في هذه الصورة نرى تركيا والشمال السوري، وهنا يقع مخيم البيلي للاجئين السوريين في تركيا، وهذا هو الجدار الذي تبنيه السلطات التركية على الحدود مع سوريا. التلال المقابلة لنا في الجانب السوري يسيطر عليها تنظيم داعش وتنتشر عليها قناصته. المخيم مقام على الحدود التركية السورية تماما، وهو في المنطقة الأقرب من الجانب التركي على مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي والتي تدور فيها معارك طاحنة، الأمر الذي يفسر الخوف لدى سكان المخيم. لما العمليات العسكرية بتكون قريبة من المخيم، يعني بنسمع أصوات الضرب، أصوات القصف، الطيران أحيانا يحلق فوق المخيم، فالأغلب يعني مواطنين احنا لاجئين هربانين من القصف والطيران وأصوات المدافع، فيعني يعترينا بعض الخوف هنا على الأغلب النساء والأطفال. يعني هذا المخيم هو الأكبر من بين مخيمات البيوت الجاهزة أو الكرفانات في تركيا للاجئين. يترقب الناس هنا كل تفاصيل التطورات العسكرية والأمنية على الطرف السوري من الحدود، فعلى بعد أمتار من هنا تدور المعارك بين مختلف الأطراف المتحاربة في سوريا، تلك المعارك التي أجبرتهم على النزوح من كل القرى والبلدات في الشمال السوري. ودينا لهون، إجنا نسوي وين بدنا نروح؟ نحن من حلب ريف الشمالي، من مارع نحن بلدتنا، كنا ساكنين في حلب، جينا على مارع كمان صار القصف في مارع، جينا لهون جابونا لهون. تكرار إطلاق القذائف على مدينة كيلس التي يقع فيها المخيم جنوبية تركيا وعلى المناطق المحيطة بها كان له الأثر الأكبر في الشعور بالخوف الدائم وعدم الاستقرار. ورغم المخاوف من استهداف تنظيم داعش للمخيم بقذائف، إلا أن الجهات الرسمية التركية تنفي وجود مثل هذا الخطر، معلنة استعدادها لأي طارئ.